منا ومنكم. اللهم امين. على ما قال وقت الافطار فرحه سبحان الله. عطنا اللي عندك البادي. ان يرحمنا برحمته. بسم الله. البادي اللي عندك البادي. الله عندهم 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 كلها عندك. الله يجزاك خير ابو عبد العزيز. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير ابو عبد العزيز. سمي ابو صالح. عطنا. تسلم. تم ابو صالح. ما يزين صالح والكاس ابو حسين وراك بعدت عني اليوم واجه احسن اي بس انا كذا عندي مشكله وش هو يعني اذا شربت اذا اكلت التمره حاله وشفت حلاك صار الحلا زايد الله ولا مني شربت هالتوت وشفت حلاك صار الحلا زايد ايوه ولا ما في يعني هل اعتبر قشطه و ازرطك والله ازرطك خلصت البوادي حيا الله ابو علي يا مرحبا يا مسهلا الله يحييك ويسعدك ويبارك فيك يا ربي يالله لا 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 هنا هنا الكريد الله يسعده حاط لنا تمر فيه لوز اي فاحيانا تجي هاجم على انها لوزه بتنكسر وتوافق انكسر زنك انكسر زنك انكسر زنك هذه والله لا وقفني بالله التمر ولكن ما وده لا وده لا وجه اقول يا ربي لك الحمد على هالمائده شوفوا كم الاصناف يا ربي اي والله الله يرزقنا شكرا اللهم يا ابن عم حمد الله افطرت يا ابو شويش ما افطر يا افطر يا قلبي ما عليك افطر الله يسعدك لا تاخر افطر على مقا خل خلاص كل واحد دلته عنده والامور سماحه يا ربي لك الحمد خلاص انا اشكر افطر انت طالع افطر الحين ابو منصور ما ودك تسولف لنا عن النباتات هالحين وتنطلق منها ولا وخلاص أبدلي تبو والله ولا لا 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 ما أنا مرة ما هذا أفطرت قليل أفطرت قليل لا أنا بيك عقب شوي إن شاء الله أفطرت قليل تباينك وين راح عمران يا شيخ ما جاب سوينا عشان الرز هذا رز حطوا فيها التمر الشباب ما يضر ما يضر ما عليه يوخرون التمر ما فيها الحمد لله تعب أبد أي ولا الحمد يعني التعب على اللي يشتغل بيده وكذا لا والله ما في تعب يا ربي لك الحمد الحين يجي المغرب والله على يا ربي لك الحمد اللهم لك الحمد بس راح من ربي نحن في براد ولا جاك الصيف لا أساسا ما جانا البراد إلا الأيام هذه صحيح الشتاء كله عدى بدون براد يعني عدى جو طبيعي صح البرد جانا ثاني يعني شيء الحر ما يجي البارح يوم انا بالبرنامج وجبت قصيده يعني اللي فيها البيت اللي يقول ولحقتها ما شكيت سبوت رجليه ولو نست سمال خفا في مخت الراس الاولين شايب هذا الله يرحمه اليوم جبت قصته يقول ما اعرف القهوه وحنا شباب وذا يقول تالي يوم طحت بالقهوه يقول صرت ما اقدر ما يصحي راسي لين اشرب لي دله ولا صدعك اليوم سبحان الله تعودوا عليها هي الانسان اذا تعود على شيء فالقهوه سبحان الله العظيم موجود المغرب لها رونق خاص جدا بالحرم الله يشرف لنا يعني يجينا خبر اصفر الحمد لله والناس متبرعين يا ربي لك الحمد يعني والقهوه هذه يعني حتى يعني شعار من شعارنا كسعوديين ايوه باكستانيين والعمار الثانيين بدأوا يشربونها يقول الآن تعودنا عليها إذا ما شفناها على السفرة اللي ما هي فيها قهوة يقول ما نقف عندها عجيب صادتهم اي صادتهم لها طعم لها رون كان عمي الله يغفر له يسألني يقول هي صايدك القهوة ايش فيك انت شلون صايدتني ما أعرف أنا قال صايدك شلون صايدتني يعني لو شميت ريحتها ايه يوجعك راسك ماذا قلت لا والله ما عندي ذا كله ولا الحمد لله ايه اول ثم سبحان الله
صرت اروح مع بعض اقاربي وكان من ضمنهم ناصر بن عبد الله الله يسعده راعي قهوه ناصر والخالي عبد الله كان راعي قهوه يلاقي من الفجر في البر ضبط القهوه واذا جت الساعه 10 زين القهوه ما شاء الله واذا جي قبل الغداء زين القهوه واذا جي قبل المغرب زين القهوه هذا ادمان ادمان المهم صرت اشرب تعرف الجامل واطيح فيها والله ده اللي يوميا لازم قهوه تذكرت كلام عمي يقول بس انا ما صادتني عاد صيد صادك ايه لكن مو الصيد القوي لا صيد خفيف في ناس الى الان ما يقول ما القهوه ما يخليها لا ما يشربها ما يهتم إيه. انت شو وضعك يا بحسيني انا والله وسط اللي لقيت القهوه شرب ثم لقيت لو اقعد اسبوع لا يهمني والشاهي 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 مثل ما لي بلا حريص خاف انك راعي القهوه مختص يا ابو محمد اللي طلعت دي ما اعتقد ان في احد يصيد الشاهي ابدا الا الشاهي الا والله يصيد شلون انا اول عجيب اول انا ما اعتقد ان احد يصيده الشاهي بس لما شفت ابو عبد العزيز ما شاء الله عرفت ما بالحالي شفت الرجالين هذول نفس الشاهي بعد شاهي شاهي الشاهي ما يصح الا الله العظيم نعم والله يصيد كله بقهوه نعم هذا كلام شيء للشاهي والله انك صادق ابو صالح شلون؟ يقول القصيد كله بالقهوه يعني لانه رمز كرم وكذا بينما لو جيتك قديما اني اشبع ابي اكل لكن القهوه تسد الجوع وتسد كذا كميه الدهون فيها عاليه تقدم للضيوف تقدم للضيوف طيب ابو منصور صارت من العادات والتقاليد يعني طيب. انت مره قلت لي معلومه عن القهوه انها ليش وش سبب انها تصير غامقه عند ناس وفاتحه عند ناس ومناطقيا على حسب التضاريس يعني وش مو على هذا هذه امزجه لكن من اجل قل القليل قل القهوه يعني تجد صبات مثلا صبت الفنجان تجد مثلا بالمناطق اللي تنتج عند اليمن ونجران وكذا يملون الفنجان من العادات والتقاليد لازم تملى الفنجان كل ما تروح شمال تقل إلى تصل عندنا مثلا ثلاث شفات لما تروح عند البادية بادية العراق والشام تجد فنجال واحد دلة واحدة تدور على المجلس كله بسبب قل وجوده عندهم بعدهم عنه يعني بعد المسافة فهذه يعني كل عادات والتقاليد نشأت بحسب جودة الشيء وجود الشيء وعدم وجوده يعني موجود لكنه قليل حطوا عليه عادات وتقاليد إنه يكون شوي استخدامه إيه بينما تجد بالمناطق المتوفرة والحمص طيب ليش العبر الجنوب لأن والشمال غامق لأنهم تورثوا أهل الجنوب على أن تشرب نية بالبداية ولكن عملية الحمص اللي بدي تطلعه لكن كل ما تروح شمال يحمسونه أكثر حتى يطلع طعمه أكثر يصير الفنجان يكفي على ثلاث فناجين حلو إيه عملية الهيل هي اسمها قهوة يعني يجب ان تاخذ اسمه على انه قهوه بدون بهارات لكن صاروا يحطون لها الهيل العويدي الشمطري والسكر الاشياء ذولي بعضهم يضع سكر لانه من الاشياء اللي تكسب الاشياء اللي بالجو مثلا لانه تنقل عبر البهائم عبر الابل مثلا فتنقل وزعفران لانه تكسب العرق وتكسب ذا تجي دائما ممثل غير جيدة إلى وسط مناطق بعيدة تخرب تأثر من الشمس بشكل سريع فهذه البهارات لها أو تغطي نكهتها الهيل والأشياء هذه ناس يهابون سكر هي تشرب قهوة بس ناس يهابون سكر أنا ذقتها إيه في ناس يحطون سكر في ناس يحطون زنجبيل في ناس كلها من أجل تخفية طعمتها مع هي من النوع اللي تعرف القهوة حتى لو طحنتها وحفظتها بحافظة يومين ثلاثة يتغير طعمه ممكن تزرع سريعة تتغير طعمه ممكن تستزرع عندنا هنا لا ببيوت محمية بس ناجح بالبيوت المحمية ناجحة بس كم تتحط بالبيوت المحمية يعني إيه تبي جو رطب ولا بساحلي بعد يعني عندنا مثلا
تلقاه على خط منطقة فيفا على 1700 متر، ما تنجح بالسراه في أبها وما أبها والسناب، ولا تنجح في الساحل، تنجح بالصدر، هذا الصدر اللي اسمه الأصداف. اي نعم ناجحه فقط. اي تحتاج الى درجه حراره معينه حساسه. والهيل ينبت من مناطق هو اللي يختلف. ما عمري جربت الهيل والله مره، لكن في جيزان اشوف في الجبال إيه؟ القهوه شغالين فيها بقوه. اي فيفا على 1700 ارتفاع مستوى سطح البحر. ايوه لكن بالساحل ما تنجح، في جزان ما تنجح، تنجح بفيفا، وفي السرات ما تنجح، يعني في أبها، في بالأسمر بالأحمر بالدير، هذه ما تنجح، تنجح في شريط معين في درجة بارتفاع معين. يا سلام حساس. يا سلام يا سلام. زي الجبل الأسود في جيزان. إيه؟ مشهور بالقهوة. نجد في جبل شدا، شدا الأعلى موجودة، إيه رفيعة، إيه تنجح في درجة حرارة معينة ورطوبة معينة. الله يعينك شوية بس ملعقة. لكن أشوف الناس مثلا يدمنون، يعني بعض الناس يبدأ إلى العرب أول يلقى على ثلاثة أيام. لكن خلاص لا لا. شكرا بس بس بس. الله يكرمك طال عمرك. هي في مادة الكافيين وأشياء، لا تعودت أي شيء تعود عليه. إيه. يعني أنا بقول لك حاجة الآن. التمر. إيه. تقدر تقول الناس اتركوه؟ لا مستحيل، يعني صحيح. كل شيء ممكن تقول ممنوع الا التمر. الا التمر صحيح، ثقافتنا هذه. لكن لو تروح شمال الكره الارضيه يعرفون التمر ما يعرفونه، عايشين. تروح شرق اسيا ما يعرفون التمر وعايشين. في شيء اسمه الثقافه. عاده. اي نعم. اي نعم. طيب قهوه الشعير هذه عاد تردف في قهوه الشعير، وفي نبته برضو كانوا أيام الفقر يأخذون بذورة الوسمة تنبت جنوب الحسا وجنوب المناطق هذه، بذورة زي القهوة كانت تستخدم برضو، يخلطونها مع القهوة، يخلطون مع القهوة أشياء كثيرة. سنة ذكر ابن القيم فيها، الله ذكر ابن القيم في الطب النبوي أن فيها 10 فوائد القهوة الشعير. هي قهوة الشعير بس ابن القيم ما لحق على القهوة هذه. القهوة هذه ترى جديدة، يعني تراها ما لها 400-450 سنة. لا يقول قهوة الشعير. إيه قهوة الشعير عادة هي. وجه التلبين. الشعير مفيد طبعاً. أبو حسان يحب قهوة الشعير. كل القهوة هذه جديدة علينا. بس إنها عجيبة لا. كلمة القهوة كلمة عربية طبعاً. والكلى والقلب والدم. إيه هي قهوة الشعير، هذه قهوة الشعير، مشروب الشعير. احنا صرنا كل شيء يشرب نسميه شاحي. ايوه ايه، يعني الحين الشاي الازرق هذا اشترته من البقوليات يسمونه الشاي الازرق، زي تخبر مفك الصلصه. الان ما في الا مفك الصلصه، ومو من الصلصه القواطي كلها. صح صدق صدق. ايه مفك البيبسي تفك فيها شيء لك. مثل ما قلت جيبوا لنا بيبسي، وانت تقصد بيبسي مرندا والشله اللي معه. ايه لكن النقطه المهمه ان كلمه القهوه عالميه، والكافي والقهوه عربيه اصلا. لكن منشاه وين يا ابو منصور؟ هل الحبشه ولا باليمن؟ طبعا باليمن، تم اكتشافها باليمن، اكتشاف مبدئي، بعدين بدات تنتشر. هي تمت بالحبشه وتمت باليمن طبيعي، بعدين تدخل بها الانسان عمليه التطوير، التلقيح والتهجين والاشياء وهذه، الين عاد انتجوا وانقلها المناطق ثانيه تناسبه. قلنا راعي غنم اللي اكتشف البن. هم يقولون راعي غنم، ويقول يعني اخذ كذا واستلذبه وانه صح صح وكذا، لان فيها مواد منشطه. طيب ليش يسمونها الشادريه؟ ما يسمع كلمة الشاذلية ما عندي، لكن خولاني وكذا بعضها تبي للمناطق والقبائل وكذا. سمعت إني يقولون من الناس اللي استوردوها شيخ اسمه الشاذلي كان يصلحها للطلاب. وش كانوا صارت الشاذلية وخولانية؟
يعني بالنسبة للشاذلي بالنسبة لشخص اي هذه لشخص خولان الظاهر اللي مكان بيده خولان بالمكان وصار حجاج اليمن اول ما طاحوا صاروا يجيبونها للحجاج في الصدقة عندنا هنا ترى ممكن المشاهدين يكتبوا لنا في الهاشتاج إذا كان الشاذلية وش سبب تسمية القهوة الشاذلية إذا عندهم غير اللي قال أبو زياد أنها منسوبة لشخص شاذلي أو من شاذل أو شيخ أو شيخ نعم فيه عندنا يسمونهم ونسة والمهيلة يا أبو عبد المحسن ونسة يقول إحنا يسمون ونسة إحنا يسمون ونسة ودغث لها الهيل وحرص على غرس النخل بالمسايا ونسة تسمى ونسة طيب الهيل ليش تسميه هيل؟ نادي ترى ممكن بالهاشتاج يفيدونا ليش تسمي الهيل هيل؟ لأنه هيل والله؟ عجيب أجنبي هو أجنبي يعني هي شجرة البن عربية لكن الهيل ما ذكر يذكر قبل الهند وما الهند فيمكنه جاي من هناك من العرب يمكن واسمه هيل كذا؟ ممكن أقول يا ربي لك الحمد نعم نعم جبنية العافية حسنت كل شيء جبنية يا ابو العافية حسنت كل شيء أنا أشهد يا ربي لك الحمد ذاك البيت اللي يقوله دخلت للدنيا وأنا ما معي شيء وخرجت منها ما معي شيء منها مسكين اللي يحس بالواجد شوي والعافية لو تنشرها وش ثمنها المتعافي يشوف كل شيء يهوى وكل شيء زين مع العافية خلقت في الدنيا وأنا ما معي شيء يا راجل لو ظفرك ظفرك هذا على ما قال منقش يعني يؤلمك تنكد أكلك وشربك وكل حياتك أي والله هو ظفر لذلك حنا في نعمه الله يرزقنا شكره اي أيوة والله الحمد لله شرفتنا يا ابو منصور الله يشرف جدارك ويجزاكم خير وبيض وجيهكم والف شكر لكم والله احنا يا ابو منصور نروح نسال الدكتور انت افطر ما افطر شلون يعني انت تصلي وانا ما اصلي يا ابو لا هذه بشيء اي والله هذه لا بحق هذه بحق غير تسولف علينا ايه لا السوالف هزيه انا عندي السوالف هزيه هذا بحق طال عمرك نبيه في الغضاء ايه ابد كم جلست برحله انا وبمنصور 15 يوم ما شاء الله فطور وغدا وعشاء انا ما اذكر بمنصور كمل وجبته من اول ما نجلس نجيب سؤال كذا الله يجزاه خير يبدا يسترسل ومنصور كنز من المعلومات يوم احنا نفطر ونغسل يا منصور افطر قال له خلاص ازين يا رجال هذا وزاننا حسنا نمشي واحنا ما نهتم بلش ينبى وزاننا هذا شاف المقطع هالايام واحد يفتش سيارك ايه يوم تفتح له ايه قال لي وين تساكن؟ وين مكان استقرارك؟ تبي الصدق؟ قال لي قلت والله بالسياره قال من بصدق أبى أشوفه قلت شو يعني هو يبي مكان بيت والله بيتي بالسيارة يعني ممكن أنام بأي مكان أروح بأي مكان ساكن بالسيارة الصحيح وهذا كلام الصحيح شوف تحت له ذا ورجع المفراش بس إنك ما كشفت اللي تحت اللي تحت حوسة إيه أنا قلت له بتتعب إيه بيلي إيه تتعب يبي له ترتيب تبي عقب الحلقة إن شاء الله البرنامج نرتب شنطة شو نرتبها إحنا وياك الشنطة الموتر لا لا عرفله أنا طويلة مخمخ علي تبي لي تقول طبيب أسنان واحد يركب ضروس يا سلام ايه ترتيب على طاري طبيب الأسنان بكرة بإذن الله بيكون معنا الدكتور أحمد العيسى الاستشاري الأمراض الجلدية ما شاء الله معاه من الشهادات ما شاء الله تبارك الله والرجل جميل ولطيف في حديثه وما شاء الله معلوماته الثرية وما شاء الله الناس تثق فيه
فبكره باذن الله تعالى بيكون معنا في البرنامج باذن الواحد الاحد. والفرصه للمشاهدين يحضرون اسئلتهم. ايه اللي عنده اسئله الى من هذا ان شاء الله نبي ننطلق مع ابو منصور. سم دعايتك انا شفتها في هيت، سويت دعايه في هيت وانتشرت. ما بدعايه، مقطع الهيت. مقطع الهيت هنا. إيه؟ إيه؟ وش قصه المقطع هذا؟ والله معزوم مزرعه وراه. ايه ويوم شفته طن ببالي قلت خلى ميل اشوفه. ايه يوم شفته قلت با لا جبت قصيده وردوها. ايه بال الهجينيه. ايه وفي انه وش معنى كلمه هيت؟ ايه هل هي مسمى مسمى جغرافي؟ لانه كلمه هيت مسمى جغرافي، ما هو في هيت اللي بالعراق في هيت. ايه نعم تكلمت عن الموضوع هذا وتكلمت عن هيت وان رجعت الما فيه وكذا والناس تسبح. ما توقعت ان المقطع انه ينتشر ويصل الصيت كل مكان. استغربت لانه هيت مستهلك. يعني مبحوث في بحوث كثيره معروف. صورته بس ما شاء الله صورته بالسناب ونزلته عاد بالمواقع الثانيه. بسم الله عليه ما شاء الله تبارك الله الله يسعده يا ربي لك الحمد. لا تقول بعنيزة شيء يا ابو صالح، هذا كلش ولا عنيزة يتبلش. اي والله انا قلت وين قرعاوي؟ قال بجنبي قرعاوي. شرح ما ها؟ ما احد يقيم. اصبر يا اخوي احنا احد يقيم ولا عز الله انه يوفقك بهالفطور. ايوه اي والله لذيذ ما شاء الله شكر الله يجزاك. يومين اليوم احسن من فطور حتى بيوتنا الزواج ان شاء الله. ما شاء الله تبارك. شو بيوتنا؟ مو محمد زال عليك. لا لا يعني مثل بيوتنا ما شاء الله. يعني حول بيوتنا يعني. حول بيوتنا. ايه ايه كذا زين. ايوه والله تروح لما تحوسك حوسه الحين. اي والله. وش قصدك؟ وش وليه تقول كذا؟ لا ايه انا قصدي حول بيوتنا. ايه يعني كنك عند اهلك. ايه او اهلك. اهلك عندك. ايه ايه كلها تجي مشيها لك المره. لب عينك. ابوي الله يطول عمرك. الله لا يهينك يا ابوي. ما قصرت المواجيب شاشات بدايا بحري وانتو السفينة. شاشات بدايا بحر وانتو السفينة. يا مرحبا باسم الكريم هلا الطيب في مجلس فيها العلوم الثمينة. سوالف ما تعرف الشك والريب من سمعها